السلام عليكم. اليوم نتكلموا على التجارب الأولى لترامواي قسنطينة على مستوى المدينة الجديدة علي بن جليل، وهذا خبر صار جدا، حيث أن الجزء هذا يعتبر ثالث جزء اللي راح يتم فتحه، وهو عنده طول تاع 3.5 كيلومتر، ليصبح طول تراموي قسنطينة بكل أجزائه الثلاثة إلى يصل إلى 18.5 كيلومتر، ويصبح الثاني بعد تراموي جزائر العاصمة. وفيه هذا الجزء نتاع التراموي نتاع المدينة الجديدة في علي بن جلي، فيه ثلاثة منشآت فنية، منها نفقين وجسر طويل، وهذا يعطي يعني يزيد إضافة جمالية وعمرانية لمدينة علي بن جلي جديدة. والآن أصبحت قادمة على كل حال هذه المدينة الجديدة، عندها 20 أو 30 سنة يعني منذ بدايتها، الآن راهي تتعزز بهذا الخط نتاع التراموي، يعتبر إضافة إيجابية. ونخليكم مع الصور، والسلام عليكم. Thank you.